مساء الخير جميعا. وهي مش محاضرة ولا حاجة، احنا عاوزين نخلي البساط احمدي ومفيش حد غريب هنا. وانا بشكر حضرات السادة اللي تفضلوا بالحضور اليوم رغم مهرجان الكورة القائم في الدوحة هذه الايام. وبرضو بعمل زي السادات الله يرحمه، وبشكر الذين لم يحضروا ايضا. هو شكر الذين انتخبوه والذين لم ينتخبوه، وانا كنت منهم في الحقيقة. احنا كان مفروض يجي معانا النهاردة فارس من فرسان الظرف في العالم العربي، اللي هو استاذي الاستاذ مأمون الشناوي، لكن يبدو ان الكبر عبر صحيح زي ما بيقولوا، لانه مأمون اكبر مني بحوالي 17 سنة. وانا اول ما اشتغلت في الصحافة اشتغلت عنده، اشتغلت معاه الصحافة الحقيقية، مش نداء الوطن اللي عملها ناظر المدرسة، لا دي كان صحافة حقيقية وكان فيها اسمها كلمة ونص، وكانت من احسن المجلات اللي ظهرت في العالم العربي. مجلة صغيرة ولكنها كالقنبلة الموقوتة، كل سطر فيها لغم وكل صفحة فيها كتيبة، وكانت فلتانة العيار، يعني لا فيه لا حد يعني بيمنع حاجة. ومأمون ماهوش هنا، غايب عن الوعي الآخر زمان، وكل واحد يكتب على كيفه، لدرجة أنا كتبت فيها حاجات أما بقراها دلوقتي أنا شعري بيشيب تاني، لأنه مش ممكن إزاي دي اتنشرت في الصحف. أنا كتبت عمود عن المرحوم الفريق حيدر باشا قائد الجيش المصري، وقلت إنه قائد عام القوات المسلحة، واتنشرت في الصحف وده شيء غريب جدا. وقلت كيتو في الآخر، قلت ويضعه الخبراء العسكريون على رأس جنرالات الحرب في العالم، وعلى رأسهم جنرال إلكتريك وجنرال موتورز. اللي يضحك أكتر إنها اتنشرت، واللي يضحك أكتر إن محدش قال إيه، محدش كلمنا ولا حاجة، مع إنها كانت بتبيع. يعني إحنا يمكن كتبنا كلام أخطر من ده في جرايد، لكن ما كانتش بتبيع. إحنا كنا طلعنا مجلة اسمها السحاب، وإحنا شبان صغيرين قوي، كنت انا والاستاذ علي جمال الدين طاهر والاستاذ احمد طغان الرسام، وطبعنا 3000 والمرجوع كان 5000. يبدو انها كانت مجله ربنا يبارك فيها، فرجع لنا قد اللي طبعناه مرتين. لكن الكلام ده لا ينطبق على كلمه نص، لانها كانت بتبيع بشكل حقيقي، وكان فيها كتاب كويسين قوي. كان مأمون الشناوي رئيس تحرير، وكاتب مصري للاسف الشديد صادفه سوء حظ في حياته اسمه صلاح عبد الجيد، وكان من اعظم الاقلام اللي ظهرت في مصر، وكان ابراهيم الورداني، ودول كانوا 3 رؤساء تحرير، وفي 2 فعلة في الجورنال بيشتغلوا، واحنا بناخد كل واحد 6 جنيه اياميها، انا والاستاذ صلاح حافظ. لكن طبعا ال6 جنيه لحد دلوقتي ما خدناهمش، ويبدو ان احنا مش هناخدهم الى نهاية الحياة. كان مأمون الشناوي المفروض يجي معايا النهاردة، لكن حصل له حكاية كده صحية يعني، وخاف جدا وقال انا حاسس ان انا لو رحت معاك هموت في قطر. قلت له طب ما هو الموت في قطر زي الموت في مصر، مش مشكلة يعني، واذا مت انا هاخدك معايا تاني. طبعا انا كذاب مش هاخده ولا حاجة، ده زي الخميس يقابلني مرة واحنا هربانين من السادات في الخارج، فقال لي يا ابني، ولا كان عيان بيكح وبتاع، قال لي واحنا قلنا صايع وهو صايع الاخر، يعني احنا 2 صياع، وقال لي يا محمود، قال لي باخد جثتي معاك. اخدها فين؟ انا مش عارف يعني يعني ابيعها مثلا اذا كنت انا مش رايح اي حته. المهم ان مأمون اعتذر في اخر لحظه الحقيقه،
حتى انا عملت فيه فصل كده، عملت فيه مقلب كويس، والمقالي بيدخل ايضا في دائرة الظروف، بس يكون مقلب ما يأذيش، لان في مقالب تأذي شديدة الأذية، ودي ما تبقاش مقلب بقى، لتبقى جريمة ويستحق مرتكبها المحاكمة. كان في مصر واحد ظريف قوي اسمه حفني باشا محمود، العواجيز امثالي يفتكروه. كان اخوه محمد باشا محمود رئيس الوزراء، رئيس وزراء مصر، اللي حكم مصر بقبضة من حديد سنة 1930. حفني محمود كان يديله مقلب يبقى نهار ابوه ازرق. واحنا كنا بنعده من الظرفاء، بس كانت مقلبه يعني قاتلة تذبح يعني. واحد هو من الصعيد، حفني محمود واحد صعيدي يعني يعرفه، ف راح له على البيت وقال له انا عاوزك في خدمه. قال له ايه؟ قال له ده ابني عسكري في الجيش وودوه السلوم وعاوزين نجيبه منجباد جنب بلدنا يعني. قال له طيب شوف اي ظابط يتوسط له. قال له لا ظابط ايه؟ ده انت هتكلم حيدر باشا يجيبه، حيدر باشا قائد الجيش يعني العسكري من السلوم لمنقبات. فقال له يعني ان شاء الله دكتور. راح القهوه لقاه قاعد، قال له كلمت حيدر باشا؟ قال له لسه معلش كمان شويه. راح لها واقف، راح البيت لها خمس ست ايام دوخه، فقرر انه يديله درس يعني. فدي ساعتين بيضرب تليفون لحيدر باشا في البيت في التليفون الخاص، وده راجل كان وزير حبتي محمود، وابوه اخوه رئيس وزارة، وراجل من كبار الناس في مصر يعني. فحيدر باشا ايوه افتكر ان في حرب او حاجه. ايوه. قال له ده انا صميضه عبد الجليل وليا ولدي في الجيش وعاوزك تنجله. قال له ايه؟ ابويا. ولما السماعة وجاب ناس الصبح غارت الرقم بتاع التليفون، كلم التليفون غيروه، وراح على مكتبه الساعه 10 الصبح لقى التليفون ضرب. قال له انا صميضه عبد الجليل وعايزك تنجله. قال له ايه؟ حفني محمود قابل الراجل ثالث يوم كده، فقال له خلاص انت تروح جري دلوقتي على حيدر باشا في مكتبه في قصر النيل. قال له طب هات كارت. قال له كارت ايه؟ ده مستنيك انت، بس على الباب تقول انا صميضة عبد الجليل بس كده وانت هتخش. طبعا اللي حصل بعد عنكم انتوا عارفينه كلكم. الراجل ده ما جاش مصر تاني. ورغم المقلب اللي انا عملته في عام المأمون برضه ما نزلش، لان انا كنت حالف لو نزل بس تحت ولو بالبيجامه انا كنت هخطفه واجي. على العموم احنا كنا اتفقنا لو مأمون نتكلم عن الظرفاء والظرف، وانا رايي ان الظرف في ناس ظرفاء والحياه نفسها ظريفه وبتعمل حاجات ظريفه جدا، والناس العاديين في منتهى الظرف ايضا، يمكن بقصد ويمكن من غير قصد احيانا. انا مثلا لما خدت التوجيهيه زمان كانت الجامعه بفلوس، برضو العواجيز اللي زينا يعني هيفتكروا الحاجات دي. فانا اشتغلت في جورنال بستة جنيه في الشهر، وكيفت قوي، وبقيت نفسي اتخانق مع حد عشان اكتب محضر في البوليس واقول اني باخد ستة جنيه. مش يعني اقول انا كاتب ولا انا مثلا يعني شاعر ولا انا عظيم، لا اقول انا باخد ستة جنيه في الشهر، يعني هو ده اللي عاوز اثبته في المحضر بس. بالرغم من اني ما خدتش الستة جنيه ديت برضه. فتحوا معهد تمثيل اياميها في مصر وكانت دراسه بعد الظهر. فانا التحقت بيه مش عشان حاجه، مش عشان الدراسه، لا هم كانوا بيدوا كمان ستة جنيه للطالب عشان يشجعوه. وبقيت خايف يسقطوني لان في امتحان. اغرب شيء ان انا نجحت، لما امتحنت نجحت، فحبيت اعمل حدق على الحكومه، ورحت اول الشهر اقبض. او لا ده القبض للي يجي، انت ما جيتش يعني اللي يحضر في كشف حضور، احضر وفي حضور وكشف. الاظرف من كده ان صلاح السعداني اخويا
لما تقدم للامتحان عشان يبقى ممثل هو وعادل امام وسعيد صالح سقطوا. انا نجحت. اللي سقطهم سعد اردش وجلال الشرقاوي وسيد بدير. التلاتة كانوا في لجنة اللي امتحنت عادل امام وسعيد صالح وصلاح السعدني واعطوهم اصفار وقالوا لا يصلحوا للتمثيل. كان في حاجة اظرف من كده في الدنيا؟ انا نجحت في التمثيل وعادل امام وسعيد صالح وصلاح السعدني نجح يعني سقطوا كممثلين. اشتغلت في الصحافة وكانت أول تجربة في الحقيقة يعني أنضجتني وصدمتني إن حاز باشا في سنة 51 ألغى معاهدة السويس والجورنال صفرني وأنا كنت شاب صغير قوي وكان يبان عليا أصغر من سني كمان. رحت إلى السويس وعملت حركة هناك وحكاية وبقيت أكتب بقى منشطات في الجرايد أغلبها كذب لانه احنا كل يوم نموت يجي 50 انجليزي في القران او 200 انجليزي ولو عدوا اللي موتناهم كان يبقى الانجليز كلهم ماتوا. لكن من الطف الاشياء اللي حصلت لي ان انا جاي من الاسماعيليه رايح على السويس في يوم وراكب عربيه وجينا عند حته اسمها فايد اللي فيها الجي اتش كيو اللي فيها القياده العامه للقوات المسلحه البريطانيه في المنطقه وفي مساحه 10 كيلو متر كلها دبابات وطيارات وجنزرات ومدافع ميدان ومدافع حاجات تانية ولقيت واحد لابس جلابية وبلطو اصفر وماسك عصاية بالمونت قد السيجارة بالمونت كده عصاية واقف وقفني وقف قال له انت رايح فين؟ رايح السويس. قال له جاي منين؟ قلت له من الاسماعيلية. قال له معاك تموين؟ قلت له معايا تموين ما معيش تموين. قال كان افتح فتح الشنطه بص فيها قال امال جاي منين انت؟ قلت له من الاسماعيليه. قال له رايح وين؟ قلت له رايح السويس. قال له معكش تموين؟ قلت له لا معيش. قال طب افتح الشنطه دي على الموتور. ففتحت فقال امال انت جاي منين؟ قلت له من الاسماعيليه. قال له رايح فين؟ قلت له رايح السويس. قال له تشتغل ايه انت؟ قلت له اشتغل صحفي. قال لي معكش تموين؟ قلت له لا معيش تموين. قال له افتح الفتش تحت الكنب والكراسي. وبعدين بص لي هو متغلط برضه قوي. قال له ما انت جاي منين؟ قلت له من الاسماعيليه. قال له رايح فين؟ قلت له رايح السويس. قال له معكش تموين؟ قلت له لا معيش. قال له طب امشي. قلت له انت بتشتغل ايه؟ قال لي انا مخبر. قلت له انت مخبر؟ قال لي قلت له يعني تبع مصر يعني؟ قال لي تبع مصر. قلت له واقف هنا تعمل ايه؟ قال امنع التموين على الجيش الاندريسي. قلت له انت واقف هنا تمنع التموين على الجيش الانجليزي لوحدك؟ قال لي. قلت له الله امال بتاكل منين؟ قال من الجيش الانجليزي. كويس قوي والنكت حلوه قوي وجميله جدا لكن ساعات لان النكت سلاح في ايد الانسان وكاي سلاح ممكن يستخدمه الانسان ضد اعدائه وممكن اعدائه تستخدمه ضده. وانا رايي انه النكت اللي معموله على الصعايده في مصر هذه الايام انا رايي انها معموله بره مصر مش في مصر. أنا رأيي أن المستهدف هو جزء أو نصف الأمة المصرية اللي ليها ميزة عن النصف الثاني. الصعايدة طول عمرهم ما عندهمش طفيليات، ما عندهمش لا بالهرسيا ولا انكريستوما. البالهرسيا والانكريستوما
موجودة في وجه بحري بس، لكن في الصعيد لا. وإذا كنا في الحرب أشداء، وفي العمل أشداء، وفي كل شيء عندهم جلد على العمل رهيب، وعندهم قوة حقيقية. والحملة اللي معمولة بشكل رهيب جدا الأيام دي، أنا بزعم راجل يعني لي علاقة بالنكتة وبالحاجات دي، بقول إنها مش معمولة في مصر، ومش عاملها مصريين خالص. اللي عاملها أعداء مصر وأعداء العرب، عشان يضربوا حتة ثمينة في مصر. وأنا رأيي إن مصر مستهدفة دائما، حتى وإن بدأ عليها يعني إنها يعني هادئة وبتاع، لكن مصر دائما مستهدفة. من ضمن النكت اللي سمعتها وأشك، مش أشك وأكاد يعني أجزم إنها معمولة في المنطقة الأخرى، من يعني معمولة في إسرائيل 100%، كانت نكت وحشين جدا وليهم معنى. النكتة الأولى اللي اتقالت عن واحد صعيدي على الجبهة المصرية سنة 67 في 68 في حرب الاستنزاف. العسكري اللي راح للظابط وقال له سعادة البيه اليهود بيشتموني. قال له ازاي؟ قال له كل يوم الصبح يصحوا الصبح يندهوني، يقول يا عبد العاطي، اقول ايوه يلعن ابوك البيت. قال له اشتموا انت اخ. قال له ما اعرفش اسمه. قال له قول يا كوهين يردوا عليك. قام صحي بدري هو، هما بيندهوا له الساعه 6 فصحي 5:30. وقال يا كوهين. قال له مين بينده؟ قال له انا عبد العاطي. قال له انا على ابو ام برضه نفس الحكايه. ديت نكتة ليها مغزى. دي نكتة معمولة. دي نكتة مشغولة أوي، يعني فيها شغل. النكتة الثانية وهي أخبث من دي، إن في واحد ماشي في السكة وواحد قاعد على القهوة مبسوط شارب تمام يعني. فقال السلام عليكم. قال له سلام ورحمة الله وبركاته، ابن بلد مصر يعني. قام اللي جنبه قال له أنت بترد على ده ليه؟ قال له ما قال السلام عليكم وده وعليكم السلام، فيها إيه؟ قال له ده يهودي. قال له الله فيها إيه يعني من يكون يهودي؟ قال له ده اللي قتله المسيح. قال له حياة ربنا. قال له راح قايم فخ موته. مسكوه وراح المحكمة. القاضي قال له موت الراجل ده؟ قال له آه. قال له ليه؟ قال له ما قتل اليهودي. قال له طب عمل لك حاجه؟ قال له قتل المسيح. قال له الله ده من 2000 سنه. قال له عليا الطواج ما سمعت الا امبارح. دي معموله. دي معموله ومعناها خطير جدا. ودي انتشرت بشكل رهيب في مصر. وتداولتها الناس وتداولوها الناس في الاعداد وفي الحتت وفي الاهاوي والى اخره. ومش بس بيحاربونا بالسلاح، بيحاربونا بكل حاجه، حتى بالنكته، واحنا شعب بتاع نكته. ويبقى النفاذ الينا من الحته دي بقى اخطر من اختراق الحدود حتى بالسلاح. النكته الثالثه وهي بتضرب ضربه رهيبه في اهل الصعيد بقى. مش نكته يعني، يمكن يعني لبح. الصعيد اللي ماشي وماسك ارنب في ايده وقابله واحد. قال له السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له كام الحمار اللي معاك ده؟ قال ده مش حمار، ده ارنب. قال له ما انا بسأل الارنب. ولذلك لابد ان احنا حتى واحنا بنتداول النكت او بنسمعها او بندورها، ان احنا نفتش عن اعدائنا وراء هذه النكت. وانا قلت هذا الكلام 100 مره في مصر وفي حاجات كتير، ان احنا ينبغي ان نتوقف حقيقي عن التريقه على الصعايده والتنكيت عليهم، لان التنكيت عليهم مش لمصلحه حد الا لمصلحه
أعدائنا لكن ليس لمصلحة أصدقائنا أو لمصلحتنا على الإطلاق. في تاريخ مصر أيها السادة عشرات من الظرفاء العظام، بعضهم استخدم الظرف عشان يقود مصر إلى الثورة زي عمي وسيدي عبد الله النديم الله يرحمه. عبد الله النديم مهرج مصري عظيم جدا بدأ حياته ودباتي يمشي في الأسواق بطار ويقول أنا الأديب الأدباتي وشعري أحسن من حياتي وحاجات زي كده، مجرد مهرج في الأسواق. عندما التقى بجمال الدين الأفغاني تفجرت في داخله أشياء عظيمة للغاية انتهت بيه في النهاية إن يبقى هو أحد زعماء الثورة الغرابية وأعظمهم على الإطلاق، لأنه الوحيد الذي لم يستسلم ومسلمش سلاحه على الإطلاق خالص. لما قبضوا على عرابي وعلى محمود سامي البارودي وعلى كل العظام في الثورة الغرابية راح راجع إلى أصله الأديب، لبس جلابيته وحط الطرطور على راسه ودار في الأسواق يضحك الناس تاني وياكل، يعني يجيب عيش وطعمية وبتاع بس ياكل. وعشر سنين اختفى في زحام الناس في ريف مصر هذا المهرج العظيم، لم تستطع السلطة البريطانية ولا الطبقة الجديدة اللي عملوها في مصر انها تقبض عليه، وقبضوا عليه بعد عشر سنين كان كل شيء انتهى وخافوا ينفذوا حكم الاعدام فيه فنفوه الى تركيا، لكن لسانه ما سكتش، طلع مجلة في تركيا وبدأ يشتم الانجليز تاني وبقسوة شديدة جدا ويتريق عليهم لحد ما مات في المنفى ومات بالسل. ده حقيقة كان اعظم الظرفاء اللي انجبتهم مصر. ايضا النقطة المصرية بالذات بتعتمد على المبالغة، وهي دي ركن اساسي في اي نكتة، يعني المبالغة في تصوير حقيقة او في تشويه حقيقة. زيور باشا كان رئيس وزراء مصر وكان واكل لحمة كتير ودي كروم كتير قوي، وكان اصلا هو مش مصري يعني كان اصلا تركي، وكان شكله حلو قوي ولغته كبير قوي، عندنا كاتب لسانه زي الفرقلة وقلمه زي الكرباج اسمه الشيخ عبد العزيز البشري. وانا السنة اللي فاتت دخلت المحكمة يجي عشر مرات متهم في قضايا نشر، بقيت مستقيم من البيت للمحكمة ومن المحكمة للبيت، ايش جنايات وايش جنح. كل ما اخش محكمة اخد براءة مستندا على حكم صدر في مصر من 50 سنة للشيخ عبد العزيز البشري، لانه كان احد لسانا من العبد لله وكان اشد فتكا، وكان القاضي يحكم عليه دائما بالبراءة. وكان بيشتم مين؟ كان بيهاجم مين؟ كان بيهاجم رئيس وزراء مصر احمد زيور باشا من 60 سنة. رئيس وزراء مصر كان اياميها الام باشا، يعني يبقى كويس يعني يبقى عظيم، ده رئيس وزراء مصر. وصفوا وهو بيركب العربية وراكب العربية، بل إذا ركب العربة لم يستطع أحد أن يعرف هل هو جالس على الشمال أم جالس على اليمين، أصله جالس على كله. ده نموذج للمبالغة تعمل نكتة. مأمون الشناوي كان في عندنا واحد في مصر اسمه حماده الطرابلسي، اغلبكم عارفينه وحتى عم كمان ناجي بعرفه، ده كان وزنه يجي 15 امتار. فمأمون الشناوي قال انا امبارح كنت قاعد معاه وشفته وهو بيدخن. حفل
بدري محمود كان وزير مواصلات وبعدين سمع ضجه في الاوضه اللي جابه بتاع السكرتير فده واحد قال له ايه الحكايه دي؟ قال له ده السكرتير بيتكلم مع اسكندريه. قال له قول له يتكلم في التليفون. الشاعر العظيم حافظ ابراهيم كان قاعد في البيت ودخل عليه عميس البشري. فحافظ قال له والله ده انا عميس بني عليا صور وانت جاي من بعيد افتكرتك واحده ست. قال له ده انا برضه عميس زيك انا افتكرتك راجل. كان قاعد حافظ ابراهيم في حفله موسيقيه وحفله يعني الفرقه الموسيقيه حالتها نيله خالص. الالات العزف مقطعه وهم مش عارفين يعزفوا. فقال له لا الراجل قال له يا عم سمعنا حته نهواند كده. قال له ما هي اللي فاتت كانت نهواند. قال له والله على كده يبقى انبسطنا. كان في واحد في مصر ترزي اسمه حسين الترزي اشتهر في تاريخ مصر بالظرف وكان صديق لكل الظرفاء الكبار اللي في مصر. ماشي في السكه مع واحد صاحبه قبله ومعاه عربيه اسمها فيات بليله حاجه بتاع زمان كان يعني الراجل يحولها يمين تروح شمال هي. وماشي يطلع دخان وطلع نار وحاجه وسخه فوقف قال له حسين قال له ايه؟ قال له تعال موصلك. قال له معلش اصل انا مستعجل. كان في جزار في مصر اسمه المعلم دبشه. اشتهر جدا في مصر برضه من خلال الظرف. كان بيودي للامير محمد علي كان ولي العهد في مصر بيودي له خرفان عشان العيد الكبير يذبحهم يعني. فضرب له تليفون في الوكاله بتاعته الامير عاوزك فراح. لا الامير زعلان جدا محمد علي زعلان قوي. قال له يا عامل ايه؟ قال له انت ازاي تجيب انت وكان تركي محمد علي ده. قال له ازاي تجيب الخرفان بالشكل ده؟ قال له مالهم؟ قال له في اتنين عور هنا اتنين خرفان عور بعين واحده. قال له الله انت هتدخلهم الجيش ولا هتذبح؟ من الحاجات اللي احدى خطب عبد الله النديم في ثوره عرابي بيخاطب المصريين يدعوهم الى الثوره بس ما نسيش المظاريف ابدا. بيقول ايه بقى؟ ايها المصريون شموا رائحه اجسامكم انها نتنه قذره والنير يجري بينكم. استمعوا الى صرخات امعائكم وواديكم يملاه الخير. انصتوا الى صوت الله يلعنكم مع انكم حفظت كتابه وحملت رسالته. ايها المصريون لعن الله من يكره الحريه. لعن الله من تعف نفسه عن اطايب الطعام. لعن الله من يكره الراحه. لعن الله من يقعد متفرجا. لعن الله من لا يتبعنا. قطعه ادبيه فنيه لزعيم بيخاطب الجماهير عشان تتبعه في الثوره. ما قالهمش منبثقه من ترابنا ولا منشكحه في شنكحور اللغه الجديده اللي احنا بنتكلمها. لا اتكلم بلغه الناس. ولذلك الناس تبعته راحت وراه. دلوقتي ساعات انا اسمع محاضرات من ناس سياسيين كده وبتاع اموت على نفسي من الضحك مع ان هو جد جدا. يعني يقول في الواقع ومنبسط ومتشنكش في الشنكحار. انا مش فاهم بيقول ايه؟ الاسم كنت انا مش فاهم هو بيقول ايه؟ ساعات اقرا مقالات في الصحف ما اعرفش بيقولوا ايه خالص. واحد كاتب صفحه بحالها انا ما فهمتش مش عارف بيقول ايه. المتشنكحار ضفدعار والضعاف. طب اذا كان هو فاهم كان فاهمني. انا رايي ان هو نفسه مش فاهم. عمنا الشيخ البشري اللي قلنا عليه في الاول له حكايات مع الظرف كتير قوي. هو راجل كان بيلبس عمه وكاكولا زي الازهريين يعني وماشي في السكه فقابله واحد فلاح قال له ورالي الجواب ده.
مسك الراجل يقرا الجواب ده مكتوب بخط هيروغليفي، ما يمكنش حد يقدر يقراه او يستطيع انه يقراه. اما قال له اصل انا مستعجل معلش ومعلش يعني. قام الفلاح افتكر انه شيخ البشري ما عرفش يقرا. قال له امال لابس عمه ليه؟ قال له هي عشان طب خد انت البس العمه واقرا. كان يقعد في شله في بار اللواء بالليل، منهم احمد الصاوي محمد وحافظ ابراهيم وحاجات، كان الصاوي لسه شاب صغير يعني. وبالليل في ساعه دفع الحساب واحد من الشله يحلف 100 يمين لازم يدفع هو الفلوس، فيسيبوه يدفع فيطلع ورقه ب 100 جنيه، فالجرسون يقول ما عنديش فكه، فواحد تاني يدفع، اتكررت كل يوم منه ولازم ادفع، طب ادفع 100 جنيه هي الورقه. فخامس سادس يوم كده ابراهيم البشري قال له طب ادفع، راح مطلع ال 100 جنيه قال له والله الابوني لسه معاك. كان بيتعشى بره عند الاباظيه، والاباظيه مشهورين بالميادب العظيمه زمان، وكل ودخل يغسل ايده وكان قلع الجبه عشان يعرف ياكل، وساب الجبه بره، فطلع لقى حد راسب له على الجبه وش حمار بالتباشير. فبص كده الشيخ البشري قال لهم مين مسح وشه في الجبه؟ كتب عن زور باشا مقال تاني قدم الى محكمة جنايات مصر، واتحكم برضو عليه بالبراءة، وكان رئيس المحكمة عبد العزيز فهمي باشا. وده من الحكم ده احد الاحكام اللي نستند اليها نحن الصحفيين المشاكسين في طلب البراءة في كل قضية نقولها، لانه ما فيش حد يستطيع انه يوصل الى الحد الذي وصل اليه البشري في هذا المقال. بيتكلم عن رئيس الوزراء بيقول فاذا اطلعت عليه ادركت انه مؤلف من عده مخلوقات لا تدري كيف اتصلت ولا كيف تعلق بعضها ببعض، فمنها الثابت وبينها المختلج، ومنها ما يدور حول نفسه ومنها ما يدور حول الغير، واهل مصر ياخذون على زيور كله ما لا يحصى من الجرائم ضد الوطن، ولكن من الظلم ان يؤخذ البريء بجريرة الآثم وأن يعاقب المظلوم بجريمة الظالم، فقد يكون الذي ارتكب الخيانة هو وقوع زيور الأيسر أو القسم الأسفل من لغده أو المنطقة الوسطى من فخذه الأيمن، والحق والعدل يقتضيان تأليف لجنة تقوم بعمل تحقيق بعد اسم صاحب الدولة، فتسأل أعضاؤه عضوا عضوا وتحقق مع أشلائه شلوا شلوا، ولعل العضو الوحيد المخطوع ببراءته من كل ما ارتكب من آثام هو مخ زيور باشا، فما احسبه شارك وليس له دخل في شيء مما حصل. حكمت عليه محكمة جنايات مصر برئاسة عبد العزيز فهمي باشا بالبراءة. انا خدت براءة سنة 74 في قضية كنت عملت حملة صحفية على مؤسسة السينما المصرية، وقلت انهم بددوا 8 مليون جنيه وانا رأيي انهم سرقوهم، انا قلت كده في الجورنال. هم سكتوا ما كلموش، انا عملت الحملة يجي 7-8 اسابيع بشكل قاسي جدا، لكن هم ما كلمونيش خالص. فجأة مسكت أنا في قضية 1971 ورحت السجن، قام رفعوا علي قضية وأنا في السجن. ومن حيث يعني ما أرادوش هما أنا انبسطت جدا، لأنه كان كل شهر أطلع من السجن أروح محكمة الجنايات أتحاكم في القضية بتاع السينما، فأشوف السكة وأشوف الرصيف وأشوف الترماي، أنبسط يعني.
انا اندهش لانه يوم اخر يوم في القضيه حضر محامي عظيم جدا في مصر اسمه الاستاذ الدكتور محمد عبد الله، ده اعظم محامي في قضايا النشأ، لكنه اعتزل من زمان لانه كبر في السن يعني، لكن لقيته في المحكمه وقال انا جاي يعني متطوعا، لان انا مستغرب جدا انتوا بتحاكموا كاتب صحفي هاجم مؤسسه السينما، وهاجم واحد اسمه تركي رئيسها اسمه حاجه تركي سامي تركي، قال بتحاكموا وحاطين صحفي في القفص في محكمه الجنايات عشان هاجم واحد اسمه تركي، وراح مطلع الحكم ده قرا المقال كله، بس كان جايبه كله بقى، ومقال رهيب اتهم فيه عبيد البشري رئيس وزراء مصر بالخيانه، والقاضي اداله براءه. المهم القاضي، وانا بقول في مصر قضاء عظيم للغايه، انا كنت في السجن اوريدي موجود في السجن يعني وفي الظل ومحدش جابني يعني، والقاضي كان متغاظ مني لسبب لا ادريه يعني، عاملني واداني درس انا مبسوط منه لان انا بعمله لحد دلوقتي يعني. انا رحت دخلت المحكمه كده، هو الراجل ده اللي اسمه كان اسمه حذيفه، ورحت قعدت جنب المحامين، فالمتهم فين؟ قلت له يا فندم، قال لهم اخش قفص، قلت حاضر. دلوقتي بقيت اخش القفص، فالقاضي يقول فين؟ يقول له اقعد جنب المحامين، وده احسن. بطلع الحكم، فالقاضي تبين اولا ان كل الكلام اللي كتبته ما كانش حقيقي، كان واحد في الالف من الحقيقه، انا ما كانش عندي معلومات، انا كنت متغاظ بس للمعلومات القليله اللي عندي، اتاب الخراب كان واصل الى حد ليس له مثيل. كان موجود رئيس مؤسسه السينما اللي رفع قضيه عليا، فامر القاضي بان احنا الاثنين نفضل في القفص والحكم اخر الجلسه، فقعدنا انا مسجون الحمد لله وسوابق كويس يعني، انا وهو بيه قوي وحاجات ولابس بتاع وعامل شعره وحاجات، وبدا الوقت بدا يمر وبدا يخاف قوي، قمت انا اقول له ايه؟ وهتروح السجن النهارده معايا وانا هوريك. انا في السجن من الاول وهم عارفيني هناك وهسلطهم عليك كلهم بقى. فالاخر راح مزعق يا وراح شاتم، فالعسكري قال لي اسكت انت وهو، قلت له هو اللي بيشتمه الراجل ده. القاضي طلع حدق ومعلم قوي، فضل لطعنا للساعه 5 وطلع الحاجب قال الحكم الاسبوع الجاي. من برضو من 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 جرأة الشيخ عبد البشري وهو بيهاجم احمد زيور، ام هاجم مشايخ الازهر، بيقول ايه بقى؟ وزيور يحترم البريطه ولا يرد لها طلب، ولقد زعموا ان بعض كبار علماء الازهر مصابيح الدجى والظلام الاغبر بعدما اعياه الكد والجهد وشده السعي في سبيل وظيفه خاليه، عزم اخيرا على لبس القبعه لعله يحظى بمعونه من زيور على افتاء الديار او مشيخه او مشيخه الازهر ومولانا الشيخ المذكور اعلاه لا يعدم الف فتوى من الشريعه تحل له هذه الذريعه. المهم ان محدش رفع عليه قضيه في ايدي خالص، لانه ما جابش اسم حد، والقانون المصري في النشر اللي يقراه كويس ما يسجنش، ما تشتمش واحد بالاسم، ما تقولش فلان وتشتم او تسب، اذا اتهمته اتهام لازم تثبته. انا استفدت من الحكايه دي مره في مصر، كانوا بيشقوا طريق بين دمنهور واسكندريه، فجت عند قريه ولازم يهدوها، فالطرق هدت، فالمحافظ قال لا ما حدش يهد، لازم تبنوا مساكن
للناس ديت قبل ما تهدوا. فبتاع الطرق بعت له جواب قال له انا مش شغلتي ابني، انا شغلتي اهد. وانا عندي خطه وعندي امر وهد. انت عاوز تبني ابني، لكن انا مش ابني. عرفت المشكله فكتبت كلمه في صباح الخير سنه 65 66 64 حاجه زي كده. وقلت المحافظ غلطان لانه يعني يكون يقف في وش الراجل ده ويحمله مسؤوليه هدم البيت البيوت ديت والقريه دي، هو ما عندوش حق المحافظ لانه الراجل ده مش مسؤول عن الهدم كمان ولا عن البنى. لا مش مسؤول عن البنى ومش مسؤول ايضا عن الهدم. لان الناس بتوع القريه دي حظهم وحش بس. ومكتوب عليهم في اللوح المحفوظ انه يحصل لهم ده. واللي مكتوب على الجبين لازم تراه العين. وانا رايي ان الراجل ده مش مسؤول ولا حد مسؤول، ولكن المسؤول هو اللوح. اللوح في مصر شتيمه. فرفع عليا قضيه، كان اميها رئيس هيئه الطرق. انا لما رحت الكاسات كان راجل وقور قوي واخد المساله جد قوي. وهي الحقيقه مش جد قوي كده يعني، وحاسس ان انا يعني عملت حاجه يعني لازم الحرب تقوم عشانها. فالقاضي قال لي انت قصدك ايه باللوح ده؟ قلت له ولا حاجه، انا قصدي اللوح المحفوظ وانا قايلها قبل كده. لو سيادتك قريت المقال تلاقيني قايل ان المسؤول اللوح المحفوظ بس. بس هنا ما كتبش المحفوظ. قال لي ما كتبش المحفوظ ليه؟ قلت له لا ما هو ده اختصار يعني. قال لي وانت تقصد اهانه الراجل؟ قلت له انا اقصد اهانه، انا يعني اكن له كل احترام، اعظم راجل ده. القاضي ملوش دعوه بالنيه، القاضي له دعوه باللي يتقال. اللي تقوله انت يحاسبك عليه. البراءه. نكت غاز مني قوي. انا قابلت الراجل ده بعد كده في حته وبقيت مكسوف منه قوي. رحت اليمن سنه 65 او حاجه زي كده ولقيته هناك. حقيقي لان هو في بعض الناس، ودي مساله مهمه جدا، احنا في مصر بنستحمل قوي. ودي مساله يعني ملفته للنظر. انا شتمت ناس في مصر ولما اقابلهم اسلم عليهم ونسلم على بعض وناخد بعض بالحضن وخلاص وانتهت العمليه. مفيش اي زعل ولا حاجه. فنانين وادباء ووزراء وحافظين ولاعيبه كوره وكل حاجه. انا في مره في بلد عربي في العراق وهاجمت واحد مطرب. مطرب. المطرب ده تفرغ يعني ساب الطرب وتفرغ ليا. هذا طب ده في مصر يعني شتمت جميع المطربين حتى اللي لسه ما جوش. زعل جدا قوي بشكل رهيب. برضو كاتب اخونا كاتب كويتي اسمه سليمان الفهد بيكتب كويس وكاتب ساخر كويس. وبعد رحت الكويت ايام الصياعه ايام رحله المكوك اللي كنت عاملها. فهو كتب مقال وقال استعداني جاي يكتب في الكويت ويبدو انه فقد موهبته و يعني بيكتب كلام فارغ وما كان لازم يكتب ويقاتل ويقول ايه وبتاع. اقاتل انا؟ قلت له يا ابني اقاتل، كتبت انا كلمه. قلت له اقاتل ايه؟ وقال انه يبدو لي ان عمنا محمود السعداني قد تحول الى حمار. حلو. انا احب حد يشتمني عشان اشتم. يعني ساعات استدرج ناس انا يشتموني. ده زي الراجل الفتاوى اللي كان في الجيزه اللي اي حد يكلمه يضربه، اي حد. فواحد جزار قال لا انا ما اخليش يضربني، قالوا لا هيضربك، قال لا ما يضربني. هو كان جزار. فواحد قال لا انا خلي الجزار ده ما يضربش، قال لا هيضربك.
فراح راجل طيب واخلاقه كويسه واعصابه هاديه، قال السلام عليكم، قال له عليكم السلام، قال له انا عاوز كيلو لحمه، قال له كيلو كيلو خد 2 كيلو، قال له حاضر 2 كيلو بس ضاني، قال له يضاني ايه، خد كندوز، قال له حاضر كندوز، فجاب عظمه وقعد يكسر كده، قال له يعني كنت عاوزك، قال له عاوز ايه، قال له لا ولا حاجه اللي تعمله سعادتك يعني، وجاب ورقه اكريليكس وحطهم، قال له مفيش ورقه، قال لا مفيش ورقه، قال له طيب شكرا الله يخليك هنا وبتاع، وراح رميهم كده، قال له عاوز كام؟ هما 2 كيلو، قال له 40 جنيه، قال له حاضر اتفضل، قال له كمان بتقول حاضر لازم يضربوا يعني. انا فرحت ان سليمان الفهد شتمني، فانا كتبت كلمه قلت له يا ابني انا تقريبا الان يعني عديم الوزن وفاقد الوزن، وانا اللي حصل لي لو كان حصل لك يمكن ما كنتش قدرت تطلع من البيت، لكن انا طلعت من البيت وطلعت من السجن وطلعت من مصر وجيت هنا اهوت وبكتب برضه، وانت وصفتني بان انا حمار وهذا حقيقي، انا حمار فعلا، وما يعني وانت ما قلتش يعني عداك العيب يعني، لكن لازم تعذر، انت لسه اصغر مني في السن فلازم تعذر، وما اصابتكش المصايب اللي حصلت لي فلازم برضه تعذر، وفي الاخر قلت ارجو، وانت وصفتني بان انا عمك، ارجو يا ابن اخويا انك تعذرني عمك الحمار محمود السعداني، بس عمك الحمار جنب بعضيهم وتحت محمود السعداني. ايه رايك، انا خفت لانه قال لي تاني يوم ان عمي جه من باديه ولازم يموتك. من ضمن الحاجات اللي حصلت لي في حياتي زي ما قلت لكم المقالب ممكن تذبح، وفي مقالب حلوه. انا قاعد يوم في جورنال وانا شاب صغير كده، وكنت بشتغل مع رئيس تحرير اسمه احمد قاسم جوده، وله فضل عليا الراجل ده، كان هو رئيس التحرير وكان مفوض لي جميع الامور في المجله، كان اسمها التحرير لانه هو كان رئيس تحرير الجمهوريه في نفس الوقت. انا قاعد لقيت يوسف السباعي داخل عليا ومعاه شاب يبدو عليه العته الشديد يعني، ومعاه حاجه ظهر في ايده كده، وقال لي يا محمود اكتب مقدمه للشاب ده. فانا قلت ده يوسف السباعي عاوز يخلص منه وجاي يرمي لي تهم انا. قلت له اهلا ازيك اتفضل تعالى يا ابني اقعد قعد. قلت له تحت امرك عاوز ايه؟ قال لي عاوز اكتب مقدمه. هو مش عارف انا مين وانا مش اي حاجه. يعني هو عاوز مقدمه يشتري يعني زي ما يكون دكان يعني سوبر ماركت وهيجيب مقدمه. قمت انا خدت الكتاب، قلت له طب تعالى بكره خد الكتاب بتاع. فتحت الكتاب كده وانا قاعد فحصل لي نوع من الذهول. اول قصه اسمها يا بوليس الفضيله. الكتاب اسمه قصص من الحياه بقلم محمد حامد ابو الحمد. القصه تبدا هكذا، يا بوليس الفضيله الحقوني، تعالوا ان هذا ان زوجتي في الحديقه امسكوها. يا اول قصه. ثاني قصه يا رجال النيابه. يا رجال النيابه ان زوجتي في الحديقه برضه. ثالث قصه الى من يهم الامر. يا ام الامر ان زوجتي في الحديقه. فالقلت ده شيء ما يمكنش انسان عاقل ممكن يعمل حاجات زي كده. رحت مشمر ايدي ورحت كاتب حته مقدمه ليس لها مثيل في الكون. وقلت ان هذا كاتب متقدم على الفصيله الاولى، منحدر نحو الشفق الى الافق الاعلى، مضروب على قفاه. وهو في تدحرجه الى الهيلوله، صاعدا متصاعدا في السماوات العلى.
مدفونا لكي يعود من جديد لكي ينبثق مع الفجر زاعما ان الامر لا يمكن ان يدوم. وحنجبور وشنكحور وحاجات رهيبه جدا. وكتبت تحت فوق بقلم محمود الصعيدي عضو جماعه كبار الادباء. انا قدرت ساعتها، انا جاي الوادي ادفها له وقلت له خد فمشي. انا قلت هيقراها يقول لك ده راجل هازل يعني ومش جد ويقطعها. ما مرش يجي شهر كده وكنت في سينما مترو وخارج رايح الجورنال من 3 ل 6 دخلت سينما مترو ورايح بقى جورنال الساعه 6 كده، فلقيت واحد بيقول ايه؟ اقرا قصص من الحياه، واحد بتاع جرايد، اقرا قصص من الحياه مقدمه للكاتب الكبير محمود الصعيدي. محمود الصعيدي؟ قلت له تعالى فين الكتاب ده؟ قال لي قلت له بكام؟ قال لي ب 10 سنين. قلت له هات كتاب. خدت نسخه فتحت لقيت المقدمه ولقيت القصص. هل ده معقول؟ رحت على الجورنال اديتها لكامل الشناوي قلت له شفت اللي حصل؟ قام كامل قرا وقال ده ايه؟ مش ممكن ده ولا في الاحلام يعني. رفع السماعه كلم هيكل، كلم مع محمد تبعي، كلم مصطفى امين، كلم عبد الوهاب، كلم احمد الف عطيه، كلم مصر كلها. وكان شديد الانتشار كامل الشناوي. ابعت هات الكتاب، ابعت الكتاب انباع كله. ما هو شيء ما حصلش في تاريخ مسخه الارض. قاموا حد قال له ان دي مش مقدمه، دي حاجات وحشه، يعني حد قال له بقراء. يعني واحد قابله قال له ايه الكلام الفارغ ده اللي كاتبه لك ده؟ يحكوا عليك؟ قام جالي. جالي وقال لي انت تضحك عليا؟ قلت له انا يا ابني؟ في ايه؟ قال لي مقدمه، قلت له اطلع فين هي وريني؟ قلت له يا خبر اسود. انا اصلي كل المكتبه عندي في البيت كلها مقدمات. فدي ما كانتش بتاعتك. أما قال لي هتكتب لي الكتاب الجاي، قلت له إن شاء الله. ففات على يوسف السباعي. قال له ده الأستاذ الصعيدي محمود الصعيدي هيكتب لي المقدمة الثانية. فجالي يوسف قال لي أنت مش هتبطل؟ وكتب مقال في مجلة الرسالة الجديدة عنوانه مطلوب قانون لحماية المغفلين من محمود السعداني. القانون ده الحمد لله ما طلعش لحد دلوقتي. عملت فصل مرة تاني بس أنا ربنا جازاني عليه مش كويس يعني حقيقي. حصل لي فصل بعديها بأربع أيام كان درس كويس يعني. في كاتب مصري الله يرحمه اسمه سعد مكاوي. كان راجل ما يحبش يهزر يعني ولا حاجه يعني. يعني راجل جد قوي وما يهزرش ولا يحبش الظرف يعني قوي كده. كلمني في التليفون قال لي انا بعت لك واحد تاخد بالك منه. طول طيب حاضر. هو راجل جد وانا يعني قلت ده حاجه جد بقى. ففي واحد دخل عليا كنت في روز اليوسف وكان موجود معايا الله يرحمه جمال كامل والمرحوم حسن فؤاد واحمد عباس صالح وبهجة الرسام ويحسن عبد الدوس اعجوة او فتح غني كمان. قال الاستاذ السعداني فين؟ اهلا وسهلا اتفضل اتفضل. راجل اقرع وفي دمامل في وشه، كل وشه دمامل. انا صورت انه عيان يعني عاوز ابعته مستشفى او حاجه يعني. قلت له خير سلامتك وبتاع. قال لي اهلا الله يحفظك. قلت له اي خدمه تحت امرك يعني. استاذ سعد يكلمني قال لي انا عاوزك تتوسط لي. انا قلت ده يعني الشكل ده يعني ممكن حد ينفع عالم ذره مش مشكله. لكن قال لي على الحاجه اللي لا يمكن ينفع فيها. قلت له ايه؟ قال لي اصل انا مطرب. قلت له شرف ابوك؟ قال لي اه انا مطرب. قلت له كده هو مطرب انت؟ قال لي اه مطرب. وعاوزك تتوسط لي في الاذاعه. قلت له طب ما تسمعنا حاجه. اما انا تبقى كسف. قلت له حط وشك في الحيطه وقول. قال طب اقول ايه؟ قلت له قول اي حاجه على كيف. قال اقول فريد الاطرش؟ قلت له قول. فراح قايم وحط وشه في الحيطه
وقال يا طير يا طير، قلت رحت واكله بالقلم. عمل ايه ده؟ قلت له ده امتحان القفا. افرض عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ خافوا منك وبعثوا لك حد وانت بتغني عشان يعمل كده، تبطل ولا تغني؟ انا اغني. تقول ضفت انا كوبايه فيها الوان كان قدام جمال كامل وعطيتها عليه كده. قال الله ايه ده؟ قلت له ده امتحان الميه يا ابني، في اعداء هيطلعوا لك، انت راجل موهبه وهيطلعوا لك، لازم تثبت. قال طيب. جه احسان في داخل قال ايه ده؟ ايه ده؟ انت عاملين ايه في ده؟ قلت له استاذ احمد بدرخان المخرج يا استاذ بدرخان طلعه في السيما والنبي. انا شنو ايه شيمة ايه؟ مش شيمة ايه؟ ومشي. قلت له طيب هديك بقى كارت انا تروح بيه على طول دلوقتي. قال طيب. كتبت له